في الذكرى التاسعة لوفاة الشاعر الفلسطيني محمود درويش، نظم ناشطون ثقافيون في محافظة عدن جنوبي اليمن أول ندوة ثقافية بالمحافظة في محاولة لإعادة إحياء الأنشطة الثقافية والأدبية لعدن. اليوم وفي هذا المساء الجميل نحتفي بذكرى وفاة الشاعر العربي الكبير محمود درويش، شاعر القضية العربية، شاعر القضية الفلسطينية، الشاعر الذي ردد وردد العالم معه، سجل برأس الصفحة الأولى: أنا عربي، حذاري حذاري من بطشي ومن غضبي. أهمية هذه الفعالية هي تقتبس من أهمية الشاعر ذاته، فالشاعر محمود درويش غني عن التعريف، وهو شاعر عربي ترجمت قصائده للكثير من اللغات الأجنبية، وتغنى بها الفنانون والمطربون، وتغنت بها الأجيال العربية في كل نواحي الأرض. فهو الشاعر الذي حمل قضية العرب، وهو الشاعر الذي جعل من الحرف سهاما تنتصر للمظلومين والمستضعفين في فلسطين، فكانت حروفه بردا وسلاما على العرب وعلى الفلسطينيين، وكانت نبالا من نيران على اليهود المعتدين. تأتي ذكرى محمود درويش اليوم ليحتفى بها في جميع البلدان العربية، ونحن اليوم في عدن، عدن الصمود، عدن الإباء، نحتفي بمحمود درويش وبقصيدته كشاعر عربي رمز باق. الهدف من هذه الفعالية كان كيف نعيد إحياء الثغر الباسم عدن من جديد، خصوصا بعد الحرب والدمار، كيف نعيد بناء هذا المجتمع، كيف نعيد لحمته من جديد. الأدب له دور كبير جدا في صناعة الكثير، فإن شاء الله نحن نهدف إلى إعادة إحياء السلام من جديد، نهدف إلى إعادة لحمة المجتمع كيد واحدة، وهذا هدفنا إن شاء الله وسنوصله في العديد من المرات القادمة. وأكد منظم الفعالية إبراهيم الحكيمي أن هدف الندوة ليس فقط لإحياء ذكرى الشاعر الفلسطيني الذي يعتبر أحد قامات الشعر بالوطن العربي، نظرا لما قدمه من إرث ثقافي تبنى فيه القضية الفلسطينية بشكل أساسي، لكن أيضا من أجل إعادة بناء المجتمع اليمني من جديد بعد أوقات الحرب والدمار التي مرت بها البلاد في الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يلعبه الأدب والثقافة في تماسك المجتمع وتلاحمه. تخللت الفعالية مجموعة من المقطوعات الموسيقية عزفها فنانون يمنيون، بالإضافة إلى المقاطع الشعرية التي ألقاها عدد من الشباب والشابات من شعراء اليمن.